ورجعنا لكم مستمعينا ودائما من خلال فقرتنا المتنوعة وبحضور خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. أهلا بك حورية. صباح النور سناء. صباح الخير لاباس عليك. تحية لك ولطاقم البرنامج وكل مستمعينا والمستمعات ديال ميد غادي. الله يبارك فيك مرحبا وشكرا لك بزاف على تواصلك الدائم من خلال هذه الفقرة اللي كتوصلي فيها دائما نصائح تجميلية مهمة جدا لجميع السيدات. اليوم غادي نتكلموا على كيفية علاج كل مشاكل الشعر. بغينا اليوم نعود نرجع نتكلموا على المشاكل وصراحة المشاكل عارفينها ولكن بغيو مباشرة العلاج صراحة وكنركزوا دائما على مواد اللي هي طبيعية وعلى نصائح اللي هي بسيطة جدا ممكن كل سيدة وكل فتاة أنه تلتزم بها وتلقى عليها النتيجة. غير هو اليوم بغينا نتكلموا على كل نوع ديال الشعر والمكونات والأعشاب والطريقة الصحيحة كيفاش نتعاملوا معاه والطريقة كيفاش نستخدموا هاد الأقنعة باش كل سيدة تلقى راحتها. من خلال هاد الفقرة هو أنه كنتكلموا على هاد الشعر وكيفاش نتعاملوا معاه فكل سيدة كتعرف كيفاش من بعد تتعامل مع الشعر ديالها. ودائما كيف ما كتركزي الضرورة ديال التغذية السليمة الصحية لأنه هي كتساعد على تقوية الشعر من البصيلات ديالو وكذلك على استشارة طبية في حال إذا كان واحد تساقط ديال الشعر اللي هو كتير. بالفعل سنة غالبا دابا المشاكل كتبان في كل فصل عنده واحد المشاكل كتبان فيه سواء الشعر ولا البشرة والمستمعات ديالنا رسلوا لي الأسئلة كثيرة بخصوص هذا المشكل. هذا كاين المشكل ديال الشعر الدهني المشكل ديال الشعر الجاف مثلا المشاكل ديالو كيكون عنده تقصف وتساقط في نفس الوقت الشعر الدهني كيكون عنده تساقط من البصيلة يعني من الجذور ديال 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 الزغبة. هنا كنقول بالنسبة للشعر الدهني كاين الطريقة اللي كنا نتعاملوا به لأن علاش كنقولوا الشعر الدهني كتكون ديك المادة السيبوم طالعة يعني زائدة فوق العادة ديالها الإفرازات كتكون بحدة وديك الإفرازات كتقلنا الجذور ديال الزغبه هنا بسهوله الزغبه كطيح يعني هنا خصنا نحاولوا في هذه الحاله هذه نعرفوا كيفاش نعالجوا هذا المشكل ديال الدهون الزائده اولا بالتغذيه كما قلت اخت سناء بالتغذيه واذا كانت الدهون بحده يعني غير عاديه وفيها مصحوبه بروائح كريهه لا بد من استشاره الطبيب لان كيكون خلل هرموني داخلي وهنا كيصعب العلاج ديالو بمواد طبيعيه الا ما عرفناش كيفاش نديروا ننظموا التغذيه ديالنا. وغالبا حنا كنلتجئوا للتغذيه اللي فيها مواد اللي كتمص الدهون وكتخرج وكتكون مضره للتبول حاشاكم باش ديك الدهون الزائده كلها كتخرج في التبول. لذا كنصح السيدات ان الشعر الدهني عنده الطريقه باش كنغسلوها الشعر الجاف كاين طريقه باش كنغسلوه يعني ملي كنقولوا الشعر الدهني كيفاش كنغسلوه كنغسلوه جوج مرات في الاسبوع وكنحاولوا نتفاداو الشامبوانات اللي فيهم دهون واللي فيهم مواد كيماويه واللي فيهم مواد اللي كتحد ما كتساعدش داك الافرازات الدهنيه باش تخرج بطريقه طبيعيه. اش كان هنا كنلتجئوا للشامبوانات الطبيعيه علاش انا كنعطي الشامبوان طبيعي دائما بالنسبه للشعر الدهني ولا الشعر الجاف كنضيف دائما جوج معالق ديال شامبون الاطفال. علاش شامبون الاطفال حنا كنعرفوه فيه دهون فيه دهون هنا كنخفوه بديك المواد الطبيعيه اللي كتمص الدهون بحال دابا ازير بحال النعناع بحال الشيبه بحال قشور ديال الفواكه اللي كناخذوا ما نلوحوهاش كنستعملوها كشامبوانات هذه كلها كتحد من ديك الافرازات الدهنيه اللي كتكون مبالغ فيها على الفروه ديال الشعر واللي كتعطينا بعض المرات التهابات فوق الفروه ديال الشعر يعني كتكون مصحوبه بحكه وديك الحكه كتعطينا التهابات اللي كيصعب العلاج ديالها. هنا كنصح السيدة ان مجرد ما كتحس بهذا المشكل هذا وغالبا العيالات كيعرفوا النوع ديال الشعر ديالهم مجرد ما كتغسلو كدوز واحد 24 ساعه كتلقى دهون زائده يعني كتقول لك انا غسلت شعري ونفس الدهون عندي على الشعر ديالي. هنا كنقول لها ما عرفتيش كيفاش تستعملي بعض الاقنعه الطبيعيه اللي كتحد من هذا المشكل ديال الافرازات الدهنيه اللي كتكون بحده وكذلك الشامبوانات. بالنسبه للشعر الجاف الشعر الجاف غالبا العيالات كيمشيو للحمام كيبقاو يغسلوه يعني دائما كنصحهم يعني كدير شامبو المره الاولى والمره الثانيه وهذه عاده سيئه بالنسبه للغسيل ديال الشعر الجاف. حنا الشعر الجاف كنحاولوا نخليوه يحافظ على ديك البروتينات اللي كتكون طبيعيه فوق الزغبه باش ما كيكونش تقصف وما كيعطيناش الحكه على الفروه ديال الشعر. بالنسبه للشامبوانات اللي كتهم بهذا الشعر الجاف كنحاولوا نديروا الاعشاب اللي فيها دهون وكنديروا بعض المرات الفواكه اللي كتحد اللي كتزيد كتعطينا بروتينات للفروه ديال الشعر باش ما كيكونش تقصف ديال الزغبه. هادو بعض نصائح على العموم العنايه بالشعر وكيف ما قلتي بديتي بالشعر الدهني
الا بغينا نتكلموا مثلا عطيتي يعني الطريقه ديال الصحيحه بكيفاش نتعاملوا مع هذا الشعر، ولكن بالنسبه للوصفات الطبيعيه التجميليه الخاصه بالشعر مثلا دهني الشعر اللي مزيت اللي في الغالب كيكون عنده المشكل ديال القشره، باش نتكلموا عليهم بجوج. بدوك الافرازات الدهنيه كيعطيونا واحد الدهون واحد القشره في الشعر وكتعطينا حتى الرائحه مثلا، فكيفاش نتعاملوا مع هذا الشعر من ناحيه ديال الاقنعه، من ناحيه ديال المحاليل، من ناحيه الاعشاب اللي خصها تكون عندنا في كل تشليله في اثناء يعني الدوش ولا الاستحمام. هي بالنسبه للمحاليل اخت سناء خصنا تكون دائما حاضره عندنا سواء الشعر الجاف ولا الدهني، لان الشعر الدهني كنحاولوا نديروا محاليل اللي كتحد من ديك الافرازات الدهنيه. كاين اختلاف في الاعشاب ما بيناتهم، كاين اختلاف بالضبط. بدينا بالدهني، الا بغينا بالدهني كنحاولوا نكثروا الحامض، يعني الفيتامين سي كنكثروا في الحديد، كنكثروا في الزنك، يعني هادو مواد اللي كتساعدنا على اللي كتقد لنا الغده الدهنيه، ما كتبقاش الافرازات ديالها ما كتكونش بحده على الفروه ديال الشعر. يعني ملي كنقول انا البخاخ ماشي بالضروري يكون حتى نبغيو نغسلوه، خصنا نشلو الشعر ديالنا بالنسبه للشعر الدهني، نغسلو الشعر ديالنا. وكنديروا مثل دائما كنحاول انا كنقول الماء ديال البصله وجوج معالق ديال الماء ديال البصله وجوج معالق ديال الماء ورد كنخلطهم كندهنوا بالقطن الفروه ديال الشعر بعد ما غسلناها. كيكون عندنا واحد البخاخ شنو كيكون فيها بالنسبه للشعر الدهني؟ كنحاولوا ناخذوا القشور ديال التفاح والقشور ديال الحامض ولا القشور ديال التفاح والقشور ديال البرتقال. يعني كناخذوا واحد الكاس من هذا القشور هذا كنقشروا في الفواكه الصغار، كنكبوا عليهم جوج كيسان ديال الماء طايب، كنخلي واحد التكيبات ليله كامله حتى الصباح، كنصفيوه كنضيفوا معاه معلقه ديال زيت الحامض، الا ما كانش زيت الحامض يمكننا نديروا زيت الزنجان ولا زيت العود. يعني هاد الزيوت صالحه للشعر الدهني. الدهني وهذا يعطي يعني رائحه طيبه للشعر. طيبه بالنسبه للروائح يمكننا نضيفوا فقط جوج عويده ديال القرنفل ولا راس معلقه ديال الخزامه ولا معلقه ديال الورد البلدي، هذه كلها كمنسمات اللي كتنسمنا هاد المحاليل هذه. كتمتص دوك الافرازات الدهنيه في الشعر. وكتعطينا حتى رائحه طيبه. يعني ملي كيكون داك البخاخ ملي كيكون البخاخ ملي كيكون البخاخ عندنا موجود دائما في الثلاجه، يعني خصنا نتعودوا ان البخاخ يكون عندنا من بين الحوايج اللي كنوجدوها. ملي كنكونوا جالسين في الليل كنحاولوا ندلكوا البشره ديال الفروه ديال الشعر. هو التدليك بالنسبه للبشره الدهنيه ماشي هو التدليك ديال البشره الجافه. بالنسبه للبشره الدهنيه التدليك ديالها كنحاول يكون خفيف وبطريقه يعني لينه، علاش؟ لان الفروه ديال الشعر كتكون فيها دهون وكيسهل كنزيدو نجرو معنا ديك الزغبات ديال الشعر، لان كما قلت التدليك ديال الشعر الدهني ماشي هو التدليك ديال الشعر الجاف، لان الشعر الجاف محتاج للدهون ومحتاج للتدليك باش المسام كيتحل وحتى الاكسجين كيوصل للفروه ديال الشعر ديالنا. هنا ملي كيكون عندنا ديك البخاخ ملي كنبقاو ندلكو بحركات خفيفه ودائريه مباشره كيكون عندنا بخاخ واجد كنرشو به الفروه ديال الشعر، هنا كنساعدوا في فتح المسام وحتى ديك الافرازات اللي كتكون ما كيكونش عندها تاثير على الزغبه ديالنا. يعني فهمت كيفاش؟ يعني ما كيكونش الزغبه ما كطيحش بسهوله، عكس الشعر الجاف الزغبه كتكون عندنا متقصفه محتاجه للتغذيه، يعني كنعطيوها ماده دهنيه اللي هو بخاخ اللي كيكون فيه في مثل القشور ديال لافوكا والقشور ديال البنان. يعني كناخذوا قشره ديال البنان وقشره ديال لافوكا، القشور ديال لافوكا كاس، كنكبوا عليهم جوج كيسان ديال الماء طايب ونخليهم كيرتاحوا، بعد كنصفيو داك الماء وكنضيفوا اما زيت الزنجلان ولا زيت القرقع. هذا بالنسبه للشعر الجاف. هذا البخاخ هذا ملي كندلكوا الفروه ديال الشعر كنرشوا بهذا البخاخ هذا، هذه هي الطريقه الصحيحه باش ندلكوا النوع ديال الفروه ديال الشعر ديالنا. يعني ولا تكلمنا مثلا على الشعر المصبوغ، يعني السيدات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم سواء بمواد مصنعه ولا يعني بمواد اللي هي طبيعيه صباغات طبيعيه، كيفاش ممكن انهم يعني يعتنيوا بالشعر ديالهم بمواد اللي يعني تكون كتثبت اللون من جهه على حسب اللون وفي نفس الوقت كتعالج يعني الزغبه اللي كتكون مثلا عاشت بزاف ديال انواع الصباغات؟ هي بالنسبه للعلاج ديال الشعر الخارجي ما كاينش، يعني لما كانش تغذيه سليمه وما كانش علاج داخلي راه واخا نديروا جميع الوصفات اللي كتكون خارجيه يعني كتكون باينه الثمن، ولكن يعني هي كتكون كتكميله، ولكن بالنسبه للشعر الدهني راه من الاحسن نعالجوه بمواد طبيعيه 100%، ما تكونش مواد كيماويه. نتفاداو الصباغات ونتفاداو داك الملين يعني الديميلوغ اللي كيكون كيماوي، هادو كل المسائل نحيدوها الفتره اللي عندنا الافرازات الدهنيه الغير العاديه. ما كنقولش انا اللي كتكون مثلا كتبان على اسبوع ولا على 10 ايام كتبان هذيك الدهون، كنهضر على الدهون اللي كتبان فجائيه على يومين ثلاث ايام. هنا كنحاولوا نحدوا جميع المواد الكيماويه البشره
اللي كيكون فيها الجفاف الحد واللي كيكون فيها دهون يعني غير عاديه. نصحهم كاين الاقنعه الطبيعيه واللي كتعطي نتائج غير هي دائما النتائج ديال المواد الطبيعيه، واخا ما كتعطيش مثلا الشهر الاول الشهر الثاني مع المداومه كتكون علاج، وفي نفس الوقت كتكون يعني صحيحه الاستعمال ديالها على الشعر ديالنا. بالنسبه للاقنعه، الاقنعه انا عطيت اقنعه كثيره ولقات الاستحسان ديال المستمعات. اليوم نقدر نقول البطاطا الحلوه، يعني البطاطا الحلوه ملي كناخذوها نسلقوها كناخذوا نص كاس ديال الرز كنسلقوه، وداك الماء ديال الرز كنعصروه هو اللي كنخلطوا بهذيك البطاطا الحلوه، كنمعكوها مزيان على الشكل ديال الكريمه، وكنضيفوا لها صفار بيضه بلديه، وكنضيفوا لها بالنسبه للشعر الدهني كنضيفوا لها 4 المعالق ديال الماء ديال اللفت، بالنسبه للشعر الجاف كنضيفوا لها 3 المعالق ديال عصير البرتقال. يعني كنمعكوا هذا الخلط هذه الكريمه هذه كتكون بحال الترطيبه. كنغسلوا الشعر ديالنا دائما، اي ماده طبيعيه بغينا نحطوها على الشعر ديالنا الا وخص يكون الشعر ديالنا مغسول، يعني واحد الشيله خفيفه بشامبوان طبيعي، ومن بعد كندلكوا الفروه ديال الشعر الماء ديال البصله والماء ورد، وكنحطوا هذه الكريمه هذه كنخليوها مده ديال ساعه ساعتين، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. غير هي المحاليل اللي كنشلوا بها الشعر الدهني ماشي هي المحاليل ديال الشعر الجاف، لان المحلول ديال الشعر الدهني محتاج النباتات اللي فيها زيوت بكثره، يعني زيوت نباتيه يعني طالعه. بالنسبه للشعر الجاف كنحاولوا نغسلو باعشاب اللي فيها احماض اللي كتمص اللي كتمص من الدهون فوق الفروه ديال الشعر. بالنسبه للتشليله دائما احنا القشور ديال الحامض ما نلوحوهمش، عندك القشور ديال الحامض وازير، كناخذ في مثال كاس ديال القشور الحامض ومعلقه ديال الازير، كنغليوها 5 دقائق في 3 الكيسان ديال الماء ولا 2 كيسان ديال الماء، كنصفيو داك المحلول هو اللي كنديوه معنا باش كنشرلو الشعر الدهني. بالنسبه للشعر الجاف عصير البرتقال، القشور ديال البرتقال هذا كعلاج، القشور ديال البرتقال والجلفه ديال البنانة، يعني كناخذوا الجلفه ديال البنانة ناخذوا حتى 2 مع قشور البرتقال، كنضيفوا معاهم 2 كيسان ديال الماء، نغليوهم مده 3 دقائق 4 دقائق، كنصفيو داك الماء وهو كيكون كتشليله الشعر ديالنا الشعر الجاف. يعني هذه الطريقه الصحيحه اللي غنعالجوا بها هذه المشاكل اللي كتبان على الشعر ديالنا. بالنسبه للسيدات المحجبات كنعرفوا على انهم يعني كيولفوا داك الغطاء ديال الراس، وملي كيرجعوا للدار كنعرفوا انهم كثير منهم ما تيحيدوش ما كيخليوش الفروه ديال الراس تنفس، ولا مثلا كيستعملوا الغطاء اللي تيكون مع الفروه ديال الراس ما كيخليهاش تنفس مزيان، وبالتالي كيولي عندهم داك تساقط الشعر ما عنده حتى شي علاقه بالحجاب ديال الراس، وانما الطريقه الخاطئه اللي كنستعملوا ولا دوك الخامات ديال الشال اللي كنستعملوا اللي كتكون مثلا فيها النيلو ولا هذا، وهي في الغالب خاص يكون القطن هو الاول باش كيمتص داك العرق، وفي نفس الوقت كيخلي البصيله ديال الشعر كتنفس. كثير منهم اللي كيدخلوا للدار كدير مثلا زيف اخر ولا هذا، وكتمشي يعني دير حويجات كيوليو مشاكل كثيره، واكثر غالي في هذاك يعني الشعر تيولي خفيف. احنا ما نقولوش تيديروا حتى مساج مثلا الشعر. بالفعل احنا ماشي كنقولوا بان الحجاب الا خلينا غيطيح لنا الشعر، الطريقه الغير صحيحه هي اللي كتعطينا هاد الاعراض هذه. مثلا السيده ملي كتدخل للدار ما كتعريش الشعره، كاين دابا توب اللي كيكون مصنوع من الياف يعني طبيعيه، يعني ديال القطن طبيعي 100%، يكون عندها في الدار مثلا 2 ولا 3 باش تبدل. هي ملي ديروا قبل ما دير هاد العاده تاخذ واحد 4 ساعة ولا يعني 10 دقائق تدخل الغرفه ديالها وتدلك الفروه ديال الشعر ديالها، يعني غادي تدلك راه كيدور يعني الدم في الفروه ديال الشعر، وكنتفاداو المشاكل اللي تقدر تعرض لها السيده، لان مثلا الا حيدت داك الغطاء اللي كيكون على الشعر ديالها وتحيدوا في المثل هذاك اللي جات من اللي خرجت اللي كان عندها في العمل ديالها وجات للدار وعندها واحد الغطاء اللي خصها تستعمله في الدار، يعني ما فيها بس ما يكون عندها بخاخ، وخا ديك الغطاء ترش مره فوق داك الغطاء ديال اللي عندها في الشعر ديالها وتغيره. يعني هي في نفس الوقت الفروه ديال الشعر كتنفس وكتاخذ المكونات الطبيعيه اللي كاينه في ديك البخاخ اللي رشت به على الغطاء. للاسف في كثير من السيدات اللي ملي تيكونوا مثلا محجبات كيعكزوا على مشيت الشعر، كتقول لك يعني ماشي مشكل شعري ما باينش خاصه مع هذا البرد، وبالتالي كيتضعفوا المشاكل. المشيت ما كتفكش الشعر ديالها يعني ما كتعتنيش به، لانه بالنسبه لمشيت الشعر ماشي ضروري، يعني الا دلكناه بالرؤوس الاصابع راه كافيه. غير هي بالنسبه حنا كنهضروا على التنظيف، يعني الفروه ديال الشعر خاصها تكون المسام خصو يكون مفتوح، والفروه ديال الشعر كتنفس بطريقه صحيحه، ومره
يعني هي ما غتبقاش مثلا دايره واحد الفولار من 8 الصباح حتى 12 النهار، واخا تدخل غير 5 دقائق دابا واحد اللي كيصلي كيتوضا يعني غتحاول انه فديك الوقيته دير واحد الماساج خفيف، راه كنلقاو الوقت لكل حاجه وتنظموا شغلنا. غير نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الشعر، وتكون عندها ملحه بلديه، غير الملحه بلديه تكون في الحمام في المثال في واحد الاناء ديال الزاج مغطي، ذاك مكبوب عليه الماورد، يعني جوج معالق ديال الملحه بلديه وتكب كاس ديال الماورد وديروا في الحمام مغطي، يعني مره ملي تتوضا تسالي الوضوء ديالها تحط داك تغطس يدها في داك الماء ديال الملحه والماورد وتبقى تلك الفروه ديال الشعر ديالها. يعني الطريقه هذه صحيحه وجميله للشعر وكنتفاداو البكتيريا والطفيليات داك الدهون اللي كتكون زائده على الشعر ديالنا. يعني هذه طريقه سهله وصحيحه وكتحد لنا من جميع المشاكل اللي كتكون عندنا في فروه الشعر. ولو غير يعني مساج بالاطراف ديال الاصابع راه كافيه. وبالنسبه للمشيط حنا كل ما تفادينا المشيط كيكون احسن، يعني المشيط الا غسلناه في الماء في الحمام من الاحسن. المشيط راه لفتنا سيمانه راه كيتخبل لا لا بالعكس، الا كان الا كنا كندلكوا برؤوس الاصابع زيوت يعني ما كيوقع حتى شي حاجه. وفعلا عن تجربه عن تجربه عندك الحقيقه بعد مثلا كنكونوا مثلا ساهلين ولا مشغولين مثلا وكنديروا الشعر يدينا على الشعر ديالنا وكنبداو نحلوا غير هكا يعني وحنا كنلعبوا فيه فعلا كيتحل بسهوله ماشي انا ما نهضرش على الشعر اللي كيكون مثلا كيكون حر شويه وقوي، هذاك نقدر نستعملوا المشطه، ولكن ملي يكون فازق بزاف ندهنوه بالزيت وخاصه زيت الكوك، يعني نعمروه مزيان بزيت الكوك ونلفوه بواحد الفولار ديال القطن ونخليه واحد المده ديال ساعه ساعتين، ومن بعد يمكننا نمشطوه باش ما نجهدوش ما نجهدوش على الفروه ديال الشعر. ما كيتمشطش نهائيا وهو يعني فازق بالماء، من الاحسن تفاداو المشيط وهو فازق. كتكون في الحالات ديالها الضعيفه وخاصه ملي كيكون عندنا الضرر على الفروه ديال الشعر. مازالين مواصلين دائما رفقه حوريه شويه خبيره الشعر والتجميل، اليوم كنتكلموا على كيفيه علاج كل مشاكل الشعر. مرحبا بكل تساؤلاتكم التجميليه. غادي ناخذ اول مكالمه نعيمه من ايت ملول. الو الو نعيمه نقطع الخط واخا ريتما انا نرجعوا نتواصلوا. مرحبا بنعيمه بكل المستمعات. نكملوا في انواع الشعر. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل ديال الحكه في الشعر يعني في الفروه ديال الراس، واللي في الغالب يعني ملي كتقبطوا من الحكه كيبداو يحكوا مثلا، وفي اللي كيديروا شي اي حاجه على الشعر ديالهم سواء عشبه ولا شي محلول اخر كيحسوا بانه بحال الفروه ديال الراس كتحرقهم، هي راه بهذوك الالتهابات اللي خلاو ولا مثلا داك الجروح اللي داروا. هي بالنسبه للحكه راه كتكون في البشره الدهنيه وكتكون عند صحاب البشره الجافه، هي كتختلف بالنسبه للحكه في الشعر الجاف كيعطينا قشره، يعني كتكون داك القشور كطير من كتكون جافه البشره. بالنسبه للبشره الدهنيه ملي كنحكوها كتعطينا جروح، يعني ملي كنحكو كنستحلاو داك الحكه وكتعطينا جروح، وكتكون بعض المرات قشره غليظه وداك ملي كنحيدوها من الشعر ديالنا كتعطينا جروح، وداك الجروح هي اللي ملي كنديروا شي عشبه فيها يعني فيها مكونات اللي كتهيج لنا البشره كتعطينا هذيك اللي كنقولوا حنا كتشوط يعني كتحرقوا. هنا كنصح السيدات ان بالنسبه لهذه المشاكل كلها سواء الجاف ولا الدهني كاين قناع عليه هو بسيط جدا وكيعالج هذه المشاكل. يعني كناخذوا 3 المعالق ديال الزبده بلديه، معلقه ديال العسل الحر، واحد اللفته بعد ما سلقناها وطحناها كنخلطوا هاد المكونات كلها مع جوج معالق ديال النخاله، يعني النخاله كنخلطوا مع هاد المكونات، وقبل ما نديروا هاد المكون على الشعر ديالنا كنحاولوا دائما نطفوا الشعر ديالنا بشامبوان طبيعي. وصحاب الحكه اللي عندهم هاد الحكه في الشعر لفروه الشعر يحاولوا دائما شامبوان ديال النخاله يشلوا به الشعر ديالهم. اللي كنقول ديال النخاله كناخذوا كاس ديال النخاله ونرطبوه في جوج كيسان ديال الماء حتى للصباح، من بعد كنغليو داك الماء ديال النخاله كنصفيو داك الماء، ومن بعد كنضيفو له جوج معالق شامبون للاطفال وهذا كنخليوه نشلو به الشعر ديالنا سواء الشعر الدهني ولا الشعر الجاف، ومن بعد كنديروا هذا المكون اللي ذكرت. يعني هذه طريقه صحيحه باش نتفاداو هذه الحكه على الفروه ديال الشعر سواء الجاف ولا الدهني. بالنسبه للغسيل ديالو، الغسيل دائما نغسلو بشامبوان اللي هو طبيعي. بالنسبه للشعر الدهني كناخذوا نص كاس ديال الازير ونص كاس ديال القشور ديال اللفت، يعني القشور ديال اللفت ما نرميوهمش، الازير والقشور ديال اللفت كنغليوهم جوج كيسان ديال الماء ونصفيو داك الماء ونضيفوا له جوج معالق ديال الشامبوان للاطفال. بالنسبه للشعر الجاف كناخذوا نص كاس ديال القشور ديال لافوكا، وإذا كان حتى العظام كنحكوه حتى هو مع داك القشور ومع تقريبا 3 جلفات ديال البنان، كنغليوه في جوج كيسان ديال الماء ونصفيو داك الماء، والماء كنضيفوا له جوج معالق ديال الشامبون للأطفال. هذا الشامبون باش كنشلو الشعر باش نعطيوه قناع طبيعي. كذلك القناع اللي هو مهم حتى هو ناخذوا الرايب البلدي، يعني ناخذوا 3 المعالق ديال الرايب البلدي ومعلقه ديال دقيق الذره
ثلاثه المعالق ديال الرايب البلدي ومعلقه ديال دقيق الذره ومعلقه ديال العسل الحر. كنخلطوا هاد المكونات وكنديروها كقناع على الشعر ديالنا، نخليوها ساعه حتى لساعتين ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. غير بالنسبه للديميلوغ، واحد كيليق للبشره الدهنيه ويليق للبشره الجافه، كناخذوا الدرقه يعني كنحكوا الدرقه وناخذوا داك الماء ديالها كنضيفوا معها معلقه ديال الزعتر مطحون، كنخلطوا هذا المكون. ملي كنمشيو للحمام بغيو نصافي سالينا الغسيل كندلكوا الشعر ديالنا بهذا المكون، نبقاو 10 دقائق ونغسلوا الشعر ديالنا عادي. ودائما نشلوا بالنخاله، يعني النخاله كننصح بها الناس سواء البشره الدهنيه ولا البشره الجافه، علاج لجميع المشاكل اللي كتكون عندنا على فروه الشعر. ايه غادي ناخذوا حنان من امزميز. الو الو حنان. الو ناخذوا فاتحه من الدار البيضاء. الو الو فاتحه اخت سناء هذه. ايه مرحبا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك فاتحه. انا سعيده عليكم وعلى وعليكم حتى نتوما بالصحه والسلامه ان شاء الله وكل ما كتمناو يا رب. بارك الله فيك. تفضلي فاتحه حنا في الاستماع. كي شعري كندير ليه الزيف، انا كندير الزيف وكيطيح ليا بزاف ملي كنمشطو كنحس بكله في هذا في المشطه كيطيح ليا بزاف ما عرفتش وشعري ميدم. سمعتي شحال العمر ديالك لالا؟ نعم العمر ديالك؟ عندي 46 عام. العاده الشهريه كتجيك عاديه؟ لا ما عرفت وكتجيني بعض المرات معطله بعض المرات. انا في هذا ننصحك تمشي عند الطبيب ياك؟ عند الطبيب ديال الجلد وتمشي حتى للاختصاصي ديال النساء وغادي تقل وتعبري الهرمونات ديالك وتشوفي المشكل اللي عندك داخلي، لان التساقط ملي كيكون بهذه الحده هذه اللي عندك كيكون مشكل داخلي. انا نعطيك قناع خارجي ولكن من الاحسن لما وصلتي لهذا السن هذا وعندك اضطرابات في العاده الشهريه من الاحسن شوفي الطبيب ديالك وشوفي الطبيب ديال الجلد، واي حاجه قلك اتصلي بيا ونعطيك اقنعه خارجيه اللي تكملي بها. ولكن هذا ما يهربش بان ديري هذه الوصفه اللي ذكرت في البدايه ديال الحصه. جربيهم وشوفي. غير هي الدهون دائما ملي كتكون الدهون مفرطه على الشعر كيكون التغذيه سوء، يعني ما كنقولش سوء التغذيه، يعني التغذيه ديالك ما منظماش، يمكن كتكثري الدهون، يمكن ما كتشربيش الماء بكثره، يمكن ما كتاخديش الخضار اللي كتمص الدهون واللي اللي كتخرج لنا من الجسم ديالنا حاشاكم على شكل التبول، كتخرج مع التبول ديالنا. واخا تحياتنا لك فاتحه وناخذوا مكالمه اخرى. حنان من امزميز. الو حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. كيدايري لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تحياتي ليك واخصائية حورية، شكرا ليها بزاف. مرحبا. عفاك اختي بغيت نسول عفاك. ايه تفضلي. عفاك انا شعري متقصف بزاف وفيه القشرة وما عرفت صراحة ما عرفتش ندير ليه. واخا شعرك مقرد بزاف وفيه القشرة. بالنسبة للشعر شحال العمر ديالك اختي؟ 21 عام. ما عندكش شي مشكل في العادة الشهرية؟ لا لا عاديه. عاديه الماكله كتاكلي الخضر كتشربي الماء مزيان؟ مزيان. واخا بالنسبه للقناع انا نعطيك القناع اللي غادي تتبعيه غتاخدي. واخا حنان بالنسبه لشعرك ملي تغسليه غسليه بشامبوان طبيعي وديري القناع ديري فيه الرايب البلدي، تاخدي ثلاثه المعالق ديال الرايب البلدي ومعلقه ديال العسل الحر وجوج معالق ديال دقيق الذره، يعني هذا قناع ديري قبل الغسيل وتبقى واحد المده ديال ساعه وتمشي للحمام. غير انت دائما تشري الاخرى تحاول تشلي بالزعتر ولا ازير. وبالنسبه للقشره غتاخدي ثلاثه الدروسه ديال الثومه غتحكيهم تاخدي غير الماء ديالهم وغديري نفس القياس اللي عطاك الماء ديال الثومه غديري نفسه ديال خل التفاح وغديري نفسه ديال زيت العود، تخلطي هذا المكون وديري ملي تغسلي شعرك وتجي للدار غتشقي الشعر ديالك تخليه الليله يعني حتى الصباحه تغسلي الشعر ديالك. هذه الطريقه باش تفادى القشره اللي عندك فوق الفروه ديال الشعر. نواصلوا باقي المكالمات ومعنا امينه من اكادير من الدار البيضاء. الو امينه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت كثر خيرك بغيت نشوفي الدكتوره. اييه خبيره الشعر والتجميل معك حريه شويه تفضلي امينه. الله يوفقك شكرا. بغيت كثر خيرك. بنتي عندها 25 سنه وكتعاني بزاف من الستريس مع القرايه بحيث شعرها خفاف ليها بزاف بزاف ومشكل عندها ديال الحبوب في الفاس وكيخلي الاثار هذا بحال
وعندها في الكتف، عندها في بعض المناطق ولا غير في؟ لا بزاف هذيك المناطق ديال الكتف وداك الشيء حتى حاجه ما بقات، ولكن لافاس باقي بواحد الشكل شويه ماشي واعر. واخا بالنسبه النرفزه تحاول تفاداها، كاين طريقه طبيعيه اللي تقدر تفادى هذا المشكل هذا. واخا الله يعطيك الصحه. عطيت شوربه وعطيت واحد الخلطه بدقيق الشعير والشريحه والخزامه فعاله كتهدأ، وفي نفس الوقت كينعس الانسان مزيان. تاخذي ربعه ديال الشعير دقيق الشعير كتحمريه شويه يعني بحال اللي غديري به السفوف، كتاخذي ربعه ديال الشريحه وتفوريها، ديري معها واحد الريز ديال الثومه، كتعجني داك الشريحه مع دقيق الشعير وكاس ديال العسل الحر، كتخلطي هاد المكونات مزيان وتبقى ملي تجي تنعس في الليل كتعطيها جوج معالق مع كاس ديال الحليب. بالنسبه للشوربه اللي خصها تكون حاضره عند الناس، وغالبا الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال النرفزه ورائعه، يعني القرعه الحمراء كناخذوا خذي نص كيلو ديال القرعه الحمراء وداوم عليها، راها فعاله. يعني نص كيلو ديال القرعه الحمراء كنطيبوها مع ثلاثه الشريحات، من بعد كنطحنوها وكنضيفوا لها في الاخر راس معلقه ديال الخزامه وثلاثه المعالق ديال العسل الحر وثلاثه المعالق ديال القرقع وجوج معالق ديال الزبيب. يعني هذه شوربه فعاله للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الاضطراب في النوم، واللي كي شويه عندهم شويه النرفزه طالعه. وهادو بزاف السيدات الصراحه اللي شي يعني طبقوا هاد الوصفه والصراحه ارتاحوا فيها بزاف، ارتاحوا بزاف. وكاين اللي كانوا كيشربوا ادويه ديال النعاس وما بقاوش كيشربوا، الحمد لله يعني طبيعيه وما تخافش منها. بالنسبه للشعر، الا كان الشعر دهني راني عطيت وصفه في البدايه ديال الحلقه، ويمكن لك كذلك القناع اللي يمكن لي نعطيه له. دائما الشعر الدهني كنقول انا خصو يتشلل بشامبوان طبيعي ويتدهن بالماء ديال البصله والماء ورد، وكنوجدوا القناع اللي غادي نستعمله. انا نعطيها جوج معالق ديال النخاله وتقريبا واحد الطرف ديال القرعه الحمراء بعد ما سلقناه، وداك الماء ديالو فيه كنطحنوا داك المعالق النخاله ومعلقه ديال العسل الحر، كنخلطوا هاد المكونات وكنديروا قناع على الشعر ديالنا لانه فعال. الاقنعه اللي كنعطي كعلاج، وفي نفس الوقت كتحدنا من الدهون اللي كتكون مفرطه على الشعر ديالنا. يمكن لك كذلك تاخذ اللفت، الماء ديال اللفت وتقريبا نفس القياس ديال خل التفاح، يعني كناخذوا ثلاثه المعالق ديال الماء ديال اللفت ومعلقه ولا معلقه ونص ديال خل التفاح وصفار بيضه بلديه، كنخلطوا هاد المكونات وكنديروها على الشعر كقناع، يعني كتحد من المشاكل ديال القشره وكتحد من المشكل ديال التهابات ديال الفروه ديال الشعر. غادي نتوقفوا مستمعنا مع فاصل الا سمحتوا نرجعوا نواصلوا، ودائما في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. يقدم لكم برنامج التوفير الشعبي برعاية مجموعة البنك الشعبي. مع البنك الشعبي وفر ليك والعزيز عليك. البنك الشعبي بنك من أجلكم. السلام عليكم. في الحلقة ديال البارح وعدناكم باش نقدموا لكم مجموعة من النصائح باش نوفروا شوية ديال الفلوس بلا ما نحرموا راسنا. خبراء التربية المالية كيعطيوك بعض النصائح اللي كتخليك توفر بلا ما تقهر، بحال أولا عادات شرائية جيدة، يعني نشريو غير الأمور اللي فعلا كنحتاجوها، ولكن الحقيقة هي أننا كنشريو بزاف الحوايج اللي حنا ما محتاجينش ليها، لذلك ما فيها باس إلا درنا واحد اللائحة بأسماء الحوايج اللي حنا محتاجين ليها فعلا قبل ما نخرجوا نشريوها. ثانيا باش تتحكم في المشتريات ديالك، قارن بين الإحساس بالأمل اللي غادي يوفروا لك حساب التوفير ديالك واللي غادي يمكنك تسافر أو تقري ولادك، مقارنة مع القلق والتوتر اللي غادي يسببهم لك ارتفاع الديون بسبب مشتريات غير معقلانة. ثالثا راجع الأولويات ديالك وصور راسك، شنو الأهم؟ نقدر نجلس مع الأسرة أو مع الأصدقاء في الدار أو نتمشوا في حديقة أو لشاطئ ونقدروا ندوزوا أوقات ممتعة بميزانية صغيرة. تقدر تكون قنعتي راسك بأن فكرة إنفاق المال على الكماليات هي طريقة باش ترضي نفسك. عاود فكر مزيان في شنو هي المكافأة الحقيقية ديالك، واللي تقدر تكون هي مصاريف القراية ديال وليداتك أو تقاعد لك أو فليسات تلقاهم مخبيين لدوير الزمان. نتلاقاو في الحلقة ديال غدا باش نهضروا بتفصيل أكثر على التوفير والطرق ديالو والحلول اللي كتقترحها عليك البنكة باش توفر. قدم لكم برنامج التوفير الشعبي برعاية مجموعة البنك الشعبي. البنك الشعبي بنك من أجلكم. نواصلوا دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه، ولا سمحتي مستمعات تواصلوا معنا دابا نعاودوا له الوصفه ديال القرعه، ديال القرعه داك الارق ما تينعسوش بالليل او لا تيبغيو يرخيو العضلات ديالهم وينعسوا وهما مرتاحين، ممكن انهم يديروا مهمه ونعطيوها حتى للاطفال الصغار. يعني كناخذوا نص كيلو ديال القرعه الحمراء كنضيفوا معاه الشريحه، يمكن نديروا ثلاثه نديروا حتى خمسه الشريحات، كنطيبوا هاد المكونات ونطحنوها
ومن بعد كنضيفوا له العسل الحر، ثلاثه ديال المعالق ديال العسل الحر وراس معلقه ديال الخزامه، ويمكننا نضيفوا ثلاثه ديال المعالق ديال القرقع مطحون، ويمكننا الا كاين الزبيب حتى الزبيب نضيفوه، جوج معالق ديال الزبيب. هذه الشوربه فعاله وكتهدأ الاعصاب وزوينه، ويمكننا نعطيوها حتى للاطفال الصغار. وهذا ننصح بها بواحد التدليك اللي هو خفيف بزيت العود والخزامه، يعني كناخذوا ربع كاس ديال زيت العود مع معلقه صغيره ديال الخزامه كنديروا بماغي، خزامه تكون مطحونه، وفي الليل ملي نجيو نعسو كندلكوا القدمين ديالنا ونديروا التقشه اللي يكونوا ديال القطن، ومع هذه الشوربه هذه وكنحسوا بالاسترخاء وكنحسوا بالنوم وكننعسوا مزيان. غادي ناخذوا ناديه من طنجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. على الدوار. الله يبارك فيك. الله يحفظكم. حبيبه مرحبا. كان ممكن اي تفضل. الو الو لا لا الو اختي هوري. السلام عليكم. الله يحفظك. عليكم السلام. يا ربي يا ربي. الو للاسف انقطع الخط. كنظن تحيتنا لناديه ونتمنى انك ترجعي تواصلي معنا، وشكرا لك بزاف على تواصلك. ناخذوا على ذكر واحد المحلول لبعض المشاكل ديال الفروه ديال الشعر. واخا سمحتي سمحتي لاخر مكالمه مش ما نخليوهاش تهضر بزاف. نزهه من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نزهه شكرا بزاف على هذا البرنامج وجميع البرامج اللي كتقدموا لينا. أنا عندي واحد الأسئلة للأخصائية اللي معك. إي مرحبا. أنا إن شاء الله مقبلة على الزواج. الله يكرمك بالخير إن شاء الله. اللهم آمين. عندي جوج مشاكل. أنا عندي البشرة والشعر عندي جافين. الشعر عندي يعني ما كيطوالش، دائما كيوصل لواحد المستوى وصافي كيوقف. شحال العمر ديالك بنتي؟ 25 سنة. والمشكل الثاني هو البشرة ديالي. البشرة جافة ياك؟ البشرة جافة. حتى الشعر عندك جاف؟ وتقريبا كاع الحوايج اللي كنديهم لي يعني ما كيقبلهمش، يا إما كينوضو فيهم الحبوب ولا ما عرفتش شنو غادي ندير. واخا بالنسبه للحاله ديالك بنتي غتحاولي تاخذي الزبده ديال الماعز، ثلاثه المعالق ديال زبده الماعز ومعلقه ديال العسل الحر، ياك غتخلطيهم وغديرهم قناع على الشعر ديالك، ودائما الشعر تشليه ودهنيه بهاد الخلطه اللي عطيتك. وبالنسبه للقناع الثاني الاسبوع الاول غديري العسل والزبده بلديه فقط، الاسبوع الثاني غديري لافوكا وحده غتمعكيه، ويمكن لك حتى داك هذا العظم ديالها تحكيه حتى هو وتمعكيه مع صفار بيضه بلديه وجوج معالق ديال العسل الحر، تخلطيهم مزيان على شكل كريمه وديريهم على الشعر ديالك. بالنسبه للجسم ديالك تاخدي الزبده بلديه، غتسرقي اللوبيا البيضاء تاخدي منها غير الماء ديالها، داك الماء اللي تسلق فيها اللوبيا البيضاء غير الماء ديالها، وتاخدي جوج معالق ديال الزنجان مطحون وصفار بيضه بلديه، تخلطي هذا المكون مع معلقه ديال العسل الحر، تخلطي هذا المكون دهني به الجسم ديالك كله النهار، دهني به بالليل ولا غدا غتمشي للحمام، وكل ما تغسلي من تغسلي من في الحمام يعني دهني الجسم ديالك بزيوت نباتيه 100% طبيعيه، يعني تاخدي زيت الزنجلان، تاخدي زيت المعدنوس، الا حتى ما عندكش زيت المعدنوس يمكن لك تاخدي غير الربطه ديال المعدنوس تقصيها وتكبي عليها كاس ديال زيت العود، يعني كاس ديال المعدنوس كتكبي عليه كاس ديال زيت العود، وتسدي عليه في واحد القرعه مده اسبوع، هذا خمس ودير له قبل ما تسدي عليه 15 دقيقه ديال حمام مريم، وتخليها مده اسبوع، وداك الزيت هو اللي تبقى تدهن به الجسم ديالك والفروه ديال الشعر والوجه ديالك، لان هذا زيت المعدنوس فيه مكونات اللي البشره ديالنا محتاج ليها وكذلك الشعر. بالنسبه للشربات انا كنصحك تاخذي الشوربه ديال القرعه الخضراء، القرعه الحمراء رابعه رابعه مع رابعه ديال الجزر، كطحني هذه المكونات تضيفي معاهم جوج معالق ديال الزنجبيل المطحون وجوج معالق ديال زيت العود، هذه الشوربه تعودي عليها يعني تفطري بها وتغدي بها وتعشى بها. على ذكر نزيد لهم بواحد المحلول جديد يعني نختموا به، السكوم راه باين دابا، ذاك السكوم راه معروف عند الناس وموجود في بزاف اللي كيكون في المناطق ديال كاين في المهم بغيت نشرح كيفاش كاين بحال الخرشوف هو رقيق السكوم يعني ما فهمتش بالدارجه معروف يمكن في الغالبيه كيتسمى هذا الاسم السكوم راه معروف، يعني كناخذوا واحد الكميه ديال 4 كيلو منه كنقطعوها طريفات صغار نديروها في كسرونه مع قشور ديال الثومه كنخليوها لمده 5 دقائق كنصفيو ذاك الماء وكنضيفوا له معلقه ديال العسل الحر،
معلقه ديال العسل الحر كنخلطو في واحد القرعه ديال الزاج مزيان، وهذا كنكبوه على الجسم ديالنا كله، الفروه ديال الشعر وعلى الجسم ديالنا كله، لان كينقي البشره وكيشد البشره بواحد الطريقه رائعه. يعني هذا محلول جديد جديد ولقى استحسان ديال المستمعات. واخا نبغي نقول للمستمعات على انه الثلاث جاي ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه كيفاش نخدموا واقنعه وصفات بالروز العادي، اقنعه وصفات للشعر والبشره. فاللي عندها الروز يلاه يلاه دابا تنقيه وتقاد الروز الابيض العادي العادي، وخاصه الروز اللي كيكون مهرس مهرس هي غتعطينا به وصفات للتفتيح والنضاره ديال البشره والعنايه بالشعر والعنايه بالجسم ديالنا كله غير بالروز، واللي هو الثمن ديالو يعني قليل بزاف، ولكن طيب وضد التجاعيد ان شاء الله الفوائد ديالو كثيره. ان شاء الله الاسبوع المقبل نتعرفوا على هذه الفوائد وعلى هذه الاقنعه. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعه والاستماع البرنامج لمولاتي. لكم تحيات صابر فوندا اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه يا سميحة الشوبي، مشكورة جدا في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.